أصيب أكثر من 220 شخصاً الأربعاء في اليوم الثاني على التوالي من مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وآلاف من المتظاهرين في مركز ولاية سليانة شمال غربي البلاد التونسية، حيث يطالب السكان بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة الإسلامية والتنمية الاقتصادية والإفراج عن معتقلين. كل مناطق سليانة ستنتفض، وليس صحيحا أن أهالي سليانة هم من أشعل الاضطرابات. ٦٥ حالة مضروبين كل مرش، منها 25 أيام صاروا فيهم زوز أعوان عمل، باش نبدا واضح بالضبط كليرينيت، كي منها 19 حالة مشات لتونس للثلاثة مستشفيات بتاع العينين طب العيون، واضح الناس الكل تخبت وكل شيء شافوهم. أنا مش نفايق بيه، معناها خاطر عطية بظهري معناها ماشي نجري باش نحل باب الكهرباء ونمشي. علاش نبذ ذا وفي وجهي؟ وتأتي هذه الاحتجاجات العنيفة وسط تجاذبات سياسية واجتماعية تشهدها تونس في ظل صعوبات اقتصادية، وذلك مع اقتراب الذكرى الثانية للثورة التي أطلقت شرارة الربيع العربي في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2010 في سيدي بوزيد.